عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير رؤية اللفت: إن كنت في حقل لفت تأكل منه أو تجمعه فإنه ذلك كله حلم طيب، وكذلك إذا اشتريته أو طبخته وأكلته. هنتكلم عن حكم عن الرحم، حكم حول الرحم للإمام علي ابن أبي طالب: إن صلة الأرحام لمن موجبات الإسلام، وقال عليه السلام: أوفر البر صلة الرحم، وقال عليه السلام: أفضل الشيم صلة الأرحام. وصلة الرحم من أحسن الشيم، وقال عليه السلام: من ضيع أمره ضيع كل أمر، وقال عليه السلام: من حارب الناس حرب، وقال عليه السلام: من جمال السعادة السعي لإصلاح الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم. استغفروا الله يا أحبابي وصلوا على حضرة